عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. حنا شباب البوم، حنا شباب الخزان. قابلت لي إنسان فيه الحلا ألوان، سبحاني من صور في شارع الخزان. قابلت لي إنسان فيه الحلا. مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني، السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها وتوهكت. طيب أطلبي من أحد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى أبي فزعت. أوكي للضرورة تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بنا برتشن وراس محجر القطو. مو محجرة الهام، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق، بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي. عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة، هذه حقت بيطرية. أوراقها معي؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم، إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. ألعب يا القط المحصن، والله مو بسهل. We'll be right back.
هلا والله، اتحداك البيت البطل. ام عاد دوار ببيتكم. ايه دوار، وش عندك انت انهبلت؟ لا لا لا، بس اول مره اشوف دوار ببيت. تصدقين بديت احسد القطو على كل شيء. انت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. انت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى انا حبيتها، لوسي تنحب من اول نظره. وبشري بعزس، اي شيء تبينه تحت امرس وتحت امر لوسي. ردمي معس. مع السلامه. مع السلامه. اقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك، ابيك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك الا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، انا ابي شورك بس. غريب يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ انا بتزوجها. اخس يا عامر، تلعب على الثقيل انت. ايه لا تطقطق، الحين الزبده، اباخذ رايك. اهديها ورده. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه، حتى لو مو بغالي، أهم شيء يعجبها. جبتها، بكرة هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود. تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يقطع سواريفك. تفضل تفضل. طب غمض عيونس. ليش؟ أمان أمان، غمض عيونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، 3 ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، وبالأخير تقولين كذا هذا جزاتي؟ تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي، حتى لوسي خافت. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني، علشان ذي من نسيم النظيم وحقتكم من حطين. أقول لك طردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه لا تغلط، لأفصل عليك الحين، تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت في الكامل وكيوت ودراهم. إيه شايفها أنت؟ لا لا، أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت في الكامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا لا لا، العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. ها بشر، وش ارسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان، احسن لي اعيش وحداني، بشير احمد شنان. صاحي انت وجهك صاحي، لاخذ الزمزمية وادبجك فيها. الاغنية دي ارسلها لصالح، ارسلها لتركي، مو هو البنت انت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. ارسلت. عامر انت مرتبط؟ اتحداك. وش قلت لك يا البلوك؟ البنت حبتني يا ولد، حبتني. وش تنتظر؟ قل لها ماني مرتبط. اسمع وخش في عينها وقل لها ابيك. ام عاد ما انتظرتني اجاوب، ارسلت. اذا ما انت مرتبط ابيك تجيني بكره وتقابل ابوي.
وش اسوي الحين؟ وش اسوي؟ اثقل ولا اروح لها ولا ارسل لها؟ وش اسوي؟ علمني. تكفى قل لها موافق اخلص. ابشر ابشر، ما هو بموافق الا قدام. ها هلا والله لوسي، يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شو اخبارك؟ شو علومك؟ عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلونك انت؟ طيبه؟ شلون الوالد؟ عسى طيب. هذا بابي. بابي؟ ايش تقصدي؟ ما درسناها هذي، يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس، ما شاء الله. انا كنت احسبه بريكنج باد. اتحداك الكشخ البطله، طق النظارات والقفل والحركات والكاب والمركات. هلا والله، شو اخبارك يا عم؟ عساك طيب، عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل، الله يهديك، تفضل. خذي وراه ماي اليمين، حط مفاتيح. اوف 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 اوف، مجلسكم كبر بيتنا. عادي انا والعيال نجي نلعب 11 11 كوره. اتحداك المجلس البطل. الحين اذا جاء واحد وجلس هنا، واحد جلس هناك في اخر المجلس وبغى يسلفون، يدقون على بعض جوال. تفضل 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 يا عم. سم. انا استاذن. يا عمري، اقصد يا عمري يا لوسي، مشتاق لها كثير. تبي اخليها عندكم؟ لا 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 لا، اخاف تفقد وتبدا تطلع اصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. ايوه، علمينا من بدري. هذا خوس؟ لا، هذا القهوجي. معاد محترميني. انا بروح واخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما، الله يهديك. الآدمي هذا ما راح ينفع لك. وليه ما راح ينفع لي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي، لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة، والف نية منك يا بنت الحلال. كفاية غصبتين على ولد عمي فهد، دكتور دكتور دكتور، واخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي، وطلقني من ثاني اسبوع، ما راح اتزوج الا عامر. طيب أنا معك وبمشي على اختيارك، ما في مشكلة، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقة. عطيت وضعية المحترم أبد ألك وش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خق معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي. وركت ناظر أنت قهوجي؟ إيه، قال لي أنا مو بنت. أوكي. الزبدة، ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو، إلى الآن خطتك في الصميم. متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا أبوي وش عرفك أنت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت. وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنية الإتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شي تبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم، حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك إياه المضيف، بتقعد هيك. سلامات يا بوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل. نزل رجلك وحشم رجال، نزلها. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. طبعا أنت بعد ما بتقعد هني راح يسألوا شو حابب بتشرب استاذ عامر؟ انت هون بتختار، بدك شاي، بدك قهوه، بدك عصير مثلا، شو ما بدك. رايح كافي انت تطلب، مالك كل القهوه والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. منا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلا يا عامر اجى دور الاكل. الاكل شغله ثانيه، بس تفوت على طاوله الطعام ما بتروح دغري على الدجاج وعلى السمك وعلى اللحمه، لا، بدك تفوت على المقبلات، حمص، فتوش، ورق عنب. بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات، عزيمة مشاوي حمص وتبولة. وين الشحم واللحم؟ وين المفطح؟ يا خي أنا وشحمة ولحمة وهيدا مفطح، شو؟ شعرفك أنت بالمرجلة؟ اليوم بعطيك دورة في المرجلة،
لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام ولا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال. اوكي فهمين عليك. الدين يا عامر، البنت ذي ما هي من مستوانا، لكن وش رايك اخطب لك بنت اختي منيره، بنت مؤدبه وذوق. لا 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 يمه، منيره مغروره وحقوده وشايفه نفسها على ما ادري وش. خل زوج شروق بنت جيراننا، معلمه رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات، تكفى يا عامر تزوج شروق، خلها تدرسني رياضيات. سلامات، كل واحد بيزوجنا اللي يعجبه، انا اللي بتزوج ولا انتم؟ اسمع عاد، ترى ما انا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يبا، ما يحتاج. الناس اللي بتزوج من عندهم كاش ابو الكاش، وهم ما يبون شيء، الزواج عائلي، يبون رجال. امحق رجال. يفتحون على وجيههم، حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا، وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. تدير بد تدير بد دربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور، أنا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوة المدام. وانت سويش تريمة ولا لوسي؟ أقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وانا شغالة عندهم. ايه شغالة الزبدة، أبرسل سلك اللي تحبه لوسي على الفطور، تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين. أوكي؟ يلا بعد إذنكم أروح للمدام. الله يستر يا ابو عامر، لا تسوق اهل ما راح سوق. هاي ولدي ذيب ما اقدر عليه، حنا تقدر عليه انت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه. بعدين وراكم متجمعين علي كذا، اول مره تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيح. ايه هذه سلبيات الزواج، ادخل بنادي يا ولد عمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تسقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. ايه هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي، ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحده تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياه. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي، جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زودة عامر، ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية، كلمتها وشوية وتنزل. وش فيك يا أم شكوش؟ أم شكوش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة أم لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو، كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكوش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو؟ قطو قطو اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها، وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم دامهم ما يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي. ليه تأخذها غرفتك؟ شلت نفخين، هي اللي جت عندي. كذاب. إذا كان زوجك ما تبي تأكل معنا تعال كل معنا أنت. لا أبروح أكل معها، ما أشتهي وهي ما بجنبي. عجيب والله. سليمان تعال العشاء جاهز.
وش فيك انت بعد؟ كتمه وكحه من بعد ما شلت القط والمخيس ذا. من الدبش زوجة ولدك نغسل لها ملابسها ونطبخ لها ونوكلها هي وقطوتها واخر شيء تسبب في مرضكم. بس تدرين شلون؟ انا اعرف شلون اتصرف معها. خلاص يا نوف ما نبي مشاكل، خليهم براحتهم. على الولد؟ سارق قطوتي وتسألني وش فيه؟ ها والله ما سرقنا ولا شيء. شوف عيني، نوف بنت ابو عامر هي اللي رمت القطوة عند الباب وتظلمين اننا سارقين. ضفي قطوتك. يلا 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 قم قم يلا ضفي قطوتك. حول ولا قوة الا بالله. طيب متى اخر مرة شفتوها؟ نطلت لوسي في الشارع يا حقيرة. ليه؟ عامر سكت مرتك. أم عاد أنت رميت القطو بالشارع؟ إي أنا رامي القطو بالشارع. من يوم ما دخل بيتنا ما دانا للأمراض والمشاكل، وأنت ساكت وهي تتمادى. هدوا هدوا هدي يا نوف ولا شدتها. أنت وهالك المرضى العقليين شايفين أنفسكم على إيش؟ عائلة مريضة من أكبركم لأصغركم. شفت؟ شفت تقول وأنت ساكت؟ بعدين أحمدي ربك إن أخوي قبل فيك. من زين يا أبو طاقية. أنا أبو طاقية؟ أنا بطاقية؟ أنت ولوسي طالقين طالقين طالقين. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سلام من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال شباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سلام من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. نطل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب. ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نطل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب. ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ. لين العالم يقف وقفتها
احسن روتيني واتمرن على الفراغ واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ ليلة